ازيكم؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. زي ما تعودنا في سلسلة الموضوعات القانونية اللي بنناقش فيها أهم الموضوعات اللي بتهم شباب المحامين، ودي الخدمة اللي بيقدمها الموقع الإلكتروني لنقابة المحامين لكي يستفيد منها الشباب في الموضوعات الشائكة والمختلفة التي من الممكن أن تهم شباب المحامين. هنتكلم النهاردة مع بعض عن قائمة المنقولات. أيوة، قائمة المنقولات. قائمة المنقولات لهي موجودة في الشرع ولهي موجودة في القانون، وإنما هي من العرف الموجود في المجتمع المصري، والقاعدة الفقهية بتقول أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، بمعنى إذا العرف في المجتمع تواتر على العمل بهذه القاعدة أو تطبيق هذه المسألة، إذن أصبحت من الشروط اللازمة التي يجب أن يتم اتباعها داخل المجتمع. وبالفعل قائمة المنقولات بقت من الموضوعات المهمة، بل بقت من المستندات الهامة لإتمام العلاقة الزوجية، بمعنى أن الزواج لا يتم إلا بدونها. قائمة المنقولات هي عبارة عن عقد من عقود الوديعة، وزي ما احنا عارفين أن جريمة خيانة الأمانة لا تتم إلا إذا كان هناك عقد من عقود الأمانة، وعقد الوديعة هو عقد من عقود الأمانة. عقد الوديعة اللي فيه بيقر الزوج بأنه استلم منقولات الزوجية لتكون في عهدته على سبيل الأمانة لكي يردها لصاحبة الشأن وهي الزوجة عند طلبها وقت ما تطلبها، وده معناه أنها ممكن ترفع ضده جنح التبديد منقولات زوجية وتتهمه بخيانة الأمانة حتى وهي لسه مراته، لأن قائمة المنقولات ملهاش علاقة بالجواز، ملهاش علاقة بوثيقة الزواج، ملهاش علاقة هم كملوا ولا لا، هم دخلوا ولا لا، ولا وقفوا عند كتب الكتاب وما كملوش، هم اتطلقوا ولا ما اتطلقوش، هم مكملين ولا مش متفقين. قائمة المنقولات عقد منفصل تماما بكل أحكامه وبنوده وشروطه، وليس له أي علاقة بعقد الزواج. وبالتالي قائمة المنقولات زي ما قلنا هي عقد من عقود الأمانة، ولأن هي بمثابة إيصال أمانة يوقع فيه الزوج على استلامه للأمانة لكي يلتزم بالحفاظ عليها وردها عند طلبها، فإذا أخل بالتزامه ولم يسلم الأمانة عند طلبها اعتبر خائنا للأمانة. وبكده نجد أن قائمة المنقولات بتاخد نفس حكم إيصال الأمانة المنصوص عليه في قانون العقوبات، فنجد الزوج مقدم من قبل النيابة العامة بجنحة تبديد منقولات زوجية، وهي جنحة أمانة، جنحة خيانة أمانة، جنحة تبديد، وبناء عليه يصدر ضده الحكم الجنائي في جنحة باعتباره خائن للأمانة، العقوبة فيها قد تكون من 6 أشهر لثلاث سنين. ايه المخرج او ايه التصرف اللي انت كمحامي او كمحامية ممكن تعمله وانت بتشتغل في قضية زي دي؟ شوف، لما الزوجة تاخد العفش لازم يكون من أهم الإجراءات اللي يعملها الزوج إنه يعمل محضر إثبات حالة ويجيب الشهود اللي يقولوا إنها خدت العفش، عشان ما ترجعش بعد كده بعد ما تاخد العفش تحرك جنح التبديد بالقايمة وتحبسه. ولو إن العفش موجود يبقى أنت هتقول لموكلك إنه يسلمها العفش إذا حركت الدعوة، يعمل لها إنذار عرض باستلام منقولات الزوجية، وإنذار العرض ده بيكون عن طريق المحضرين، ومكان العرض بيكون الاسم التابع له محل اقامتها. اعمل العرض واعمل لها انذار العرض واعرض المنقولات، ان استلمت هياخد براءه، وان راحت وما عجبهاش الموضوع وما استلمتش، والخبير الفني النجار غالبا بيكون نجار اللي انتدبته المحكمه قال ان العفش ده مطابق للي موجود في القايمه ورفضت الاستلام، يبقى برضه هياخد براءه. هل من الممكن يكون في أمور خاصة تانية فنية وثغرات فنية نلجأ إليها؟ إحنا عارفين إن إيصال الأمانة ما فيهوش تاريخ، وأتصور إن ده بعض الدوائر بتشتغل فيه في نفس الأمر المتعلق بتبديد منقولات الزوجية، والبعض التاني بيعتبر وجود تاريخ يعني ليس محل الاعتبار في هذه المسألة. حاجة كمان أو من الأمور اللي موجودة كمان هو مسألة الاستلام الفعلي. يعني من اهم الشغل، اهم البنود، اهم الثغرات، اهم الحاجات اللي احنا بنهتم بيها هو واقعة الاستلام، والا اذا لم يكن هناك استلام وانهم كتبوا القايمة دي على اعتبار ان هي ضمان
لحق الزوجة، لكن العفش ده ما جاش فعلا لان هم لسه ما دخلوش، او كتبوا الكتاب بس، او انه كتب كتابه عليها وسافر فكان لازم يكتب قايمة، لكن فعليا هو ما استلمش عفش ولا العفش ده اصلا موجود. وده معاه الدفع المتعلق بانتفاء ركن التسليم، لان من اهم شروط التبديد، جنحة التبديد، ان يكون هناك ركن التسليم، لان التسليم في جريمة خيانة الامانة هو ركن مفترض، ان يفترض التسليم اولا ثم يأتي بعد التسليم خيانة الامانة وتبديدها وتحويل الحيازة الناقصة الى حيازة كاملة. وبناء على ذلك زي ما قلنا، انت وانت بتشتغل في التبديد ولو انت عن الزوج هتتكلم في الامور المتعلقة بانتفاء ركن التسليم، او انك هتعرض، او انك هتثبت انها خدته. لكن لو انت عن الزوجة هيبقى شغلك متعلق بانك تثبت وقعة التسليم وتقدم المستند اللي بيؤكد ده، اللي هو قايمة المنقولات بتقدمها في الجلسة، واذا كنت هتدعي مدني وتطالب بحقها. والنصيحة اللي دايما بنقولها للستات، لما يحصل عرض ويكون الحاجات مطابقة حتى لو كانت قديمة ومستهلكة استلمي حاجتك، لان ده هيترتب عليه ان حاجتك تاخديها، ولانك لو رفضت تاخدي حاجتك وقلتي مش هي دي الحاجة والخبير قال لا دي حاجتك، هيترتب على ذلك انك مش هتاخدي حاجة، هو هياخد براءة، هتبقى خسرتي الاثنين. ركزوا في النوع ده من القضايا لانها بقت شائكة وبقت منتشرة جدا في المجتمع المصري. وان كنت انا ارى من وجهة نظري ان القايمة ملهاش اساس، وان القايمة بقت من اهم المعوقات اللي بتضر الاسرة المصرية، ومن اهم المخاطر اللي بتهدد الاسرة المصرية. احيانا بتستخدمها الزوجة ككارت تهديد وارهاب للزوج، واحيانا بيستخدمها الزوج للاذلال بالزوجة والاعتداء على حقوقها. ولذلك انا اتصور من وجهة نظري ان احنا يمكن نحتاج في الفترة الجاية ان احنا نلغي حاجة اسمها قايمة منقولات، او ان كل واحد يبقى عارف ايه اللي جابه، ولو قرروا ينفصلوا يبقى كل واحد ياخد اللي جابه. شكرا ليكم. احمد مهران.